السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. سعر الدولار والعملات ليوم الجمعة 15/9/2023، تحديث على مدار اليوم لأسعار الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء. فضلا وليس أمر، أتمنى تشريفكم لقناتي أنا وحياتي باشتراك ولايك. نستعرض حالا سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء كما ذكرت موقع التواصل الاجتماعي حالا بإذن الله. سجل الدولار الأمريكي اليوم في البنوك 30.85 جنيه، الريال السعودي شراء 8.25 جنيه، ريال قطري شراء 8.50 جنيه، سجل الدرهم الإماراتي شراء 8.43 جنيه، دينار كويتي شراء 100.16 جنيه، دينار أردني شراء 43.70 جنيه، جنيه استرليني شراء 38.44 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء، الشراء سجل 40.16 جنيه وسجل البيع 41.10 جنيه، يعني سعر الدولار في السوق السوداء كسر 41 جنيه، وفي محلات الصاغة سجل 42 جنيه. بشكر حضراتكم دايما وجودكم في قناتي أنا وحياتي شرف كبير ليا. وفي الختام دائما أسأل الله لكم الخير كله عاجله وأجله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله ورعايته.